هلا بنبدا ندورهم دوائر، اول بحب يعملهم عادي زي الاصابع زي ما بنعمل ورق العنب، وبنبدا اول شيء بنكبكبهم او بنعملهم اصابع، وبعدين بنصير كل حبه كل حبه بحبتها نحط لها يا حبه يا حبتين ورق عنب. تمام، ونلفهم حسب حجم اللحمه. تمام، حسب حجم اللحمه. أوكي. وبعدين بنعملهم الصوص اللي هو عباره عن ملح، فلفل اسود، زيت زيتون، دبس الرمان، وليمون، وتوم. تمام. أيه. بعدين بنحط هاي الصلصه فوقهم اللحم. أيوة. عادي فوقهم هيك يعني بطريقه التشريب اللي هي. ايوه بالضبط. شرب استاذ. شرب اللي هي مثلا من هون صح؟ هاي هيك. ها ايوه هيك. نحتاج لبصل، بقدونس، ملح وفلفل، وبدنا ورق عنب حجمه يكون شوي كبير، بالاضافه للبندوره واكيد البطاطا المقطعه لدوائر او حلقات. بدنا كمان 3/4 كيلو من لحمه مفرومه، خروف وعجل خلطه قريج مع بعض، بالاضافه للصلصه عصير ليمون، ثوم، ملح وفلفل، زيت زيتون، ودبس رمان، ورب بندوره اختياري. صح حطه. هاي هي كل مقاديرنا. الوصفه كثير بسيطه سهله، اكله تقليديه بسيطه ما فيها تعقيد. هي رح تاخذ اصلا الحموضه من ورق العنب، ولكن احنا كمان عاملين لها التتبيله، فاحكي لنا عن اكلتك كيف رح. هلا اكلتي اول شيء حبدا باللحمه. اللحمه انا بخلطها اثنين، عجل أسكى. ومفروم اسكى، وعشان يكون فيها شويه دهن، واذا ما كان فيها دهن ممكن تضيفي لها شويه زيت. تمام. نباتي او زي ما بحب الواحد يعني كيف. هلا بدنا خلطيها مع بقدونس. خلطتها مع بقدونس نص كوب ومع بصله واحده. ممتاز. وملح وفلفل اسود. هلا بدي ابدا اعملها. هي في طريقتين، في ناس بيعملوها اصابع وفي ناس بيعملوها دوائر. احنا كله. انا بعملها دوائر. عيني بقول لكم كله زاكي وكله بزبط، كله نفس الطعم، الشكل يختلف. واحنا اصبع الشكل. هلا احط شوي بالصينيه زيت زيتون. والله نورتينا ستنا، ويا اهلا وسهلا. قلتينا هاي الأكلة مقدسية. ها هاي الكفتة إذن يعني على وصفك زي الكفتة اللي إحنا بنشتريها لما بدنا نسوي سنة كفتة بالبيت، الكفتة العادية. صح. يعني إحنا عاملينها على شكل أقراص ورح نلفها بورق العنب. هلأ منكبكبهم وبعدين حنيج بورق العنب. هلأ حنحط مش حبة، حبتين ثلاثة على هوا الورقة، منحاول نجيبهم كمان. هلا بنحط ورقتين. هلا بنحط تنتين لانهم شوي مثلا عشانها حجمها وسطي مش كبيره. أوكي. فعشان هيك بنحط حبتين عشان نضمن انها يعني تسكر ما تفتح مثلا. تمام. وبنحطها بنسكرها يعني. ولا احلى ولا اسهل ولا ابسط. اذا كرمتي نورجيها كمان للمشاهدين الافاضل. ايوه بتتغلف وتنحط من. اوكي تمام. وطبعا بنبدا نحط على كل واحدة حبه بندوره وحبه بطاطا. يعني الحلو بهاي الاكله من الاكلات اللي بتتحضر قبل بوقت كمان. سمير. صح. فبتقدر ست البيت تلفهم وتحطهم وبس يعني تشويهم وقت الشوي سواء برمضان او غيره يعني. بيطول هالشيء هذا بالفرن؟ لا من نص ساعه لساعه الا ربع يعني حسب قديش. ساعة. طبعا اللي هو الفرن احنا بنحكي مشغل بيكون من فوق ومن تحت، ولا بنستويها بالاول من تحت؟ انا بستويها من تحت. انا بستويها عاد. مزح. الله. سؤالي متكتك جد. بنبلش فيها مثلا؟ انا ببلش من تحت وبعدين تحت بعدين بترفعها بتسويها من فوق. بحطها بالنص ما بحطها تحت. يعني بالنص ما بنحطهاش تحت. تحت يعني اساس ما تنحرق او هيك يعني. راحتها. هلا في عندنا الصوص اللي بنحطه على الوجه. يا سلام. عباره عن دبس الرمان. يا اوكي. يم يم. وعصير ليمون. والثوم. والثوم. الله. فاذا عصير ليمون ودبس رمان، وانت حاطه رب بندوره اختياري. رب. هلا انا مرات بحط بصراحه. فهو اختياري. وملح شوي حسب كل واحد يعني حسب كيف بحب. شوي بهارات مشكله. حلو تمام. وشوي فلفل اسود. اوكي فاذا بنوزع هاي الصلصه فوق كل قطع الكفته بعد ما نخلصهم ونلفهم بورق العنب وبندخلهم على فرن حرارته 180 درجه لمده 40 دقيقة بالكثير طبعا. ما بدنا اللحمة تنشف اكيد. بلشنا اول شيء اللحمة، بنخلط لحمة عجل مع خروف بلدي. اوكي. إذا حسيناها مو مدهنة ممكن نضيف لها شوية زيت زيتون. تمام. بنحط ملح، فلفل أسود،
بنحط بصلة ونص كوب بقدونس وبهارات مشكلة ممكن تحطي، هذه بالنسبة للحمة. هلا بنبدأ ندورهم دوائر، أول بحب يعملهم عادي زي الأصابع زي ما بنعمل ورق العنب، وبنبدأ أول شيء بنكبكبهم أو بنعملهم أصابع، وبعدين بنصير كل حبة كل حبة بحبتها نحط لها يا حبة يا حبتين ورق عنب، تمام، ونلفهم حسب حجم اللحمة. تمام. حسب حجم اللحمة. أوكي. وبعدين بنعملهم الصوص اللي هو عبارة عن ملح، فلفل أسود، زيت زيتون، دبس الرمان، وليمون، وتوم. تمام. بعدين بنحط هاي الصلصة فوقهم وندخلهم على الفرن. عادي فوقهم هيك يعني طريقة التشريب اللي هي. أيوة بالضبط. شرب أستاذ. اللي هي مثلاً من هون صح؟ هاي هيك ها. أيوة. هيك ها.